خالص. واحنا يعني شيء اساسي من عملنا في التحاليل وفي الكلينيكال كيمستري ان نعمل تقييم لوظائف الكليه ونشوف ايش يعني النتائج بتطلع بالنسبه لحاله الكليه. فبالنسبه للرينال ديس اوردرز، الخلل اللي بيصير في الجهاز البولي بصفه عامه وطبعا بصفه خاصه الكدني، اكيوت جلوميرولونيفرايتس، ومن اسمه زي ما انتم شايفين جاي من هنا الجلوميرولاس، اكيد بصير في التهاب في الجلوميرولاس، التهاب حاد في الجلوميرولاس. النيفروتيك سيندروم برضه هنشوفه، التيوبولار ديزيز، طبعا انتم شايفين كل هذه لها علاقه بالنفرون، لانه احنا بنقول الفانكشنال يونت اوف ذا كيدني از ذا نفرون، وهذا اجزاء مهمه من النفرون التيوبولار والاكيوت، وبرضه بيحصل في خلل لما بيصير نيفروتيك سيندروم. يورينري تراكت انفكشن، وهذا شيء عادي يعني كثير من الناس بيصابوا بالميكروبال انفكشن واشياء ثانيه. اكيوت رينال فيلير في الاخر، يعني بعض مرات يعني الكدني بتبطل تشتغل فبخش المريض في اكيوت رينال فيلير. طب نيجي الاكيوت جلوميرولونيفرايتس، قال لك اكيوت انفلاميشن اوف ذا جلوميرولاي، طبعا احنا عندنا في كل كليه مليون نفرون، معناته في عندنا مليون جلوميرولاس، والجمع تبع جلوميرولاس جلوميرولاي. results in oliguria، لما نقول oliguria يا جماعة يعني صعوبة في يعني عملية التبول. oliguria oligo دائما oligo وoligo يعني فيها difficulty. oliguria أو oliguria. hematuria، hematuria معناته في عندنا blood في اليورين، hematuria جاء من الهيموغلوبين، hematuria في عندنا blood في اليورين. increased BUN، طبعا كون الكلية صار فيها خلل طبعا بطلت تطلع لي الكمية المطلوبة من اليوريا، فاليوريا تجمعت في الدم، فنقول increased BUN blood urea nitrogen in the blood and serum creatinine برضو بزيد في الدم لأنه الأصل ينزل في اليورين. decreased glomerular filtration rate، وإحنا بنعرف لما بصير خلل في الكلية الجلوميرولار فلتريشن ريت بقل بصوره كبيره. اند هايبرتنشن، طب ليش الهايبرتنشن؟ لانه السوائل اللي بتتجمع في الجسم بصير عندنا هايبر فوليميا، هايبر فوليميا، واحنا بنعرف لما يصير في عندنا هايبر فوليميا الضغط بزيد. عشان هيك الناس اللي عندهم إديمة والسوائل اللي بتتجمع في الجسم بدهم دايوريتكس، بدهم مدرات للبول، اقراص مدره للبول عشان ايش؟ يتخلص من كميه من السوائل. ريد سيل كاست فايندينج ار اوف جريت امبورتانس، الريد سيل كاست طبعا هذه تكون مميزه انه هذا الشخص عنده اكيوت جلوميرولونيفرايتس، واحنا بنعرف الكاستس عباره عن اجزاء من النفرون من التيوبيولز بتنزل. يعني لما نقول كاست هذه اجزاء من التيوبيولز تبعت النفرون تنزل في اليورين. طبعا الريد سيل كاست معناته ملانا ريد بلاد سيلز، ريد بلاد سيلز نحن قلنا في عندنا هيماتيوريا، هيماتيوريا طبعا اكيد انتم عملتوا اناليسز لليورين وشفتوا الاشياء هذه. ريد سيل كاست فايندينج ار اوف جريت امبورتانس. بعدين بروتين يوريا اولسو بريزنت، بروتين يوريا لانه كونه حصل خلل في الجلوميرولاس اول مصفايه في النفرون معناته صارت تنزل البيومين، مع انه في الاصل الالبيومين ما بنزلش، واحنا قلنا الجلوميرولاس بنزل لي كل حاجه ما عدا البروتينات والسيلز، البروتينات والسيلز. طب ايش النفروتيك سيندروم؟ نقول نفروتيك ايش السيمتومز او الكاركترستكس تبعتها؟ قال ماسيف بروتين يوري، ماسيف يعني فعلا اللي بيشوف كميه
البروتينات اللي بتنزل في اليورين، واحد عنده نيفريتك سيندروم حاجة رهيبة جدا، كميات كبيرة من البروتينات اللي بتنزل. إديمة طبعا، إديمة، وإحنا بنقول الإديمة تجمع سوائل في الجسم. الإديمة بيحصل عنده انتفاخ. ليش بيحصل عنده انتفاخ؟ أنه السوائل اللي بتتجمع في الجسم. هايبو ألبيومينيميا، وهذا إشي منطقي لأنه بتنزل لما أقول ماسف بروتين يوريا، معناته في عندنا هايبو ألبيومينيميا، يعني الألبيومين بقل في الدم، وإحنا اللي بهمنا كميته في الدم. هايبر لايبيديميا، هايبر لايبيديميا اند ليبيد يوريا، هايبر لايبيديميا طبعا كل الليبيدز بتزيد في الجسم، وممكن تنزل الليبيدز وين في اليورين. في الحالات العاديه مستحيل لما تكون الكدني بتشتغل ويعني وتؤدي وظيفتها بصوره كويسه تنزل لي ليبيدز، لكن هنا بنلاقي فعلا يعني قطرات اليورين ملان قطرات من الليبيدز. has many causes طبعا كتير، يعني طبعا احنا مش من وظيفتنا ان نعرف ايش الاسباب، يعني ممكن تكون الكلية ضربت بسبب سايتوتوكسيك دراج، بسبب ايتو اميون ديزيز، بسبب اشياء كتيرة. characterized by increased glomerular membrane permeability، طبعا ايش اللي نزل لي الماسف بروتين يوريا؟ glomerular membrane permeability زادت طبعا. loss of a protein and greater than 2 to 3 grams per day، هذه كميه كبيره يا جماعه، لما الواحد ينزل 2 to 3 grams of protein per day يعني حاجه كبيره خالص. طيب بالنسبه للتيوبولار ديزيزز، تيوبولار احنا خلصنا من الجلوميرولس. الان يعني في التيوبولز اللي احنا بدينا قلنا في عندنا بروكسيمال، لوبوفينلي، ديستال، كولكتنج داكت. التيوبولز لك depressed secretion or reabsorption of specific biochemicals. احنا اتفقنا على انه النفرون الجلوميرولس بصفي، بعدين مين اللي بيظبط الامور وبرجع وبفرز التيوبولز؟ قلنا على سبيل المثال في اللوب اوفن في الديسندنج لوب بيحصل ابزوربشن للميه، في مناطق ثانيه بيحصل ابزوربشن للصوديوم. المهم فاذا هذه الفانكشن تبعت التيوبولز برضه بيحصل فيها خلل، يعني or impairment of urine dilution and concentration mechanism. يعني احنا بنلاحظ يا جماعه معلش، يعني الواحد لما يصحى من النوم اليورين بكون concentrated مركز، لكن بعد الاكل بكون دليوت. مظبوط. مين اللي بيتحكم في العمليات هذه؟ التيوبولز اللي بترجع واللي بتفرز وبتنزل. رينال، فبيحصل خلل في المشكله في العمليه هذه. رينال تيوبولار اسيدوزز اند موست امبورتنت، وهذه مشكله لما البي اتش تتغير وتصير مش مناسبه، كمان مشكله كبيره خالص. لو فاليوز اوف فوسفورس ان سيرم، هو في الاصل انه احنا بنعرف في ريشيو معينه بين الكالسيوم والفوسفورس زي ما هنشوف. ومين اللي بيظبط لي الريشيو هذه؟ في عندنا حاجتين، الباراثايرويد والكدني. واذا الكدني فقدت الوظيفه هذه معناته بيحصل عندي هايبو فوسفاتيميا، لو ليفلز او لو فاليوز اوف فوسفورس ان سيرم اند بريزنس اوف جلوكوز اند امينو اسيد ان يورين. ما هو بطل ال 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 القاعده والنظام اللي بتمشي عليه الكليه بطلت، فصارت تنزل لي جلوكوز، صارت تنزل امينو اسيدز، مع انه في الاصل هذول انه يحصل لهم ري ابزوربشن لانه حصل خلل في التيوبولز. التيوبولز اللي بتقوم بالوظيفه هذه بترجع لي اللي قلنا عليها المره اللي فاتت فاليوبل سبستانسز، صارت تنزل في اليورين مع انه الجسم في حاجه ماسه لها. بالنسبه للانفكشن طبعا، يعني سواء بكتيريال انفكشن او فنجل انفكشن او فايرال انفكشن او غيرها، طبعا ممكن تحصل انفكشن في اي جزء من الجهاز البولي، عفوا من اليورينري سيستم.
فممكن في البلادر في اليورينري بلادر يحصل التهاب. التهاب اليورينري بلادر بنسميه سيستايتس. سيستايتس التهاب المثانة البولية. في الكيدنز نفسها بنقول عليه بايلونيفرايتس. بايلونيفرايتس غالبا يعني هي السبب الرئيسي بكتيريا الانفكشن بيكون طبعا بكتيريا كونسنتريشن اكثر من 100,000 كولينيفورم يونتس بير مليليتر عدد كبير. طبعا بنلاقي في اليورين كمان وايت بلاد سيلز اللي احنا بنسميها باس سيلز وايت بلاد سيلز لانه هذه انفلاميشن واي انفلاماتوري ريسبونس لازم احد المكونات لها انها وايت بلاد سيلز صار لك الكيموتاكسيس بتتجمع في السايت اوف انفكشن او سايت اوف انفلاميشن. Increased number of red blood cells may be present كمان يعني في حالات مثلا فيفر حالات اشياء حالات انفكشن بنلاقي انه الكليه حتى العبال الواحد ما يتعافى والانفكشن تروح والحاله هذه تروح ممكن يصير في خلل. White blood cell cast is considered diagnostic of pyelonephritis. White blood cell cast is a cast وفيها ملانة white blood cells. White blood cells معناته أكيد في infection. إذا هنا بأكد على white blood cell cast is considered diagnostic of pyelonephritis. Diagnostic أو البكتيريال انفكشن أو ذي كده. طبعا لما نقول رينال فيلير يا جماعة معناته الكلية بطلت تشتغل أو صارت تشتغل عشر طاقتها ولا 10% من طاقتها شيء من هذا القبيل. إذا هنا فشل كلوي أو هبوط في وظائف الكلية defined as occurring when the glomerular filtration rate is reduced to less than 10 milliliter per minute. طبعا في الحالة العادية حوالي 120 تقريبا حوالي بيصل ل 10 مللتر بير مينيت. ايش اسباب الاكيوت رينال فيلر؟ في عندنا بري رينال كوزز قال لك هنا بيفور بلاد ريتشز ذا كيدني ممكن يكون في احد اسبابها هايبوفوليميا. هايبوفوليميا الفوليوم تبع البلد البلازما نزل او كارديوفاسكولار فيلير. واحنا شفنا في حاله لما تكلمنا على الكاردياك فانكشن تيست قلنا في عندنا كونجستيف ار فيلير اللي هو هبوط في وظيفه القلب وهذا نتيجته جمع السوائل صورة كبيرة في الجسم والتوكسيك ماتيريالز والأشياء هذه وطبعا والكدني ممكن يحصل فيلير في الكدني. رينال لأنه قلنا في الأمور هذه الكدني بدها كمية من البلد بريشر عشان الجلوميرولس تشتغل والتيبيولز تشتغل لأنها بتشتغل وهذا من وين بيجي بصفة أساسية؟ من القلب بيجي من القلب. فالحكايه اذا في هايبوفوليميا واذا المضخه الرئيسيه اللي هي القلب فيها خلل معناته الكليه بالتالي حيصير فيها خلل. في عندنا رينال كوزز اوكيرنج ان ذا كيدني. طبعا هذه كانت بري رينال. هنا في رينال اوكيرنج ان كيدني على سبيل المثال اكيوت تيوبولار نيكروزز والله التيوبولز بدات تتاكل معناته النفرون بطل يشتغل. جلوميرولونيفرايتس برضه ممكن يكون احد الاسباب. طبعا هذه الرينال. البوست رينال قال لك افتر يورين ليفز ذا كيدني ممكن يصير اوبستراكشن. اوبستراكشن في اليوريتر في اي مكان بحيث انه فيش تصريف لايش؟ لليورين. قال لك يوجوالي اكومبانيد باي اوليج يوريا واحنا اتفقنا انه الحالات هذه فيها اوليج يوريا كميه قليله من اليورين associated with varying degrees of proteinuria, hematuria, and presence of red cell cast and other cast. حسب شدة الحالة طبعا ممكن نلاقي كل الأمور هذه. وبرضه ال blood urea nitrogen والكرياتينين increase rapidly في البلد نلاقيهم
زادوا carry progress to chronic renal insufficiency or failure. إذا نحن بدينا بأكيوت وإذا ما تعالجتش في أولها إيش اللي بصير؟ بتصير كرونيك، وإذا صارت كرونيك معناته فيش فايدة الآن، يا إما بده دياليسيز يا كدني ترانسبلانتيشن يا حاجة زي كده. إذا كان الأكيوت كان بروجريس تو كرونيك رينال انسفشنسي أور فيلير، أور فيلير، والفيلير معناته إيش؟ كدني بطلت تشتغل بالمرة. طيب بالنسبة لل إحنا زي ما شفنا في عندنا liver function tests, cardiac function tests, pancreatic function tests, وفي برضو kidney function tests. في عندنا اختبارات كتير الصراحة في kidney function عشان نشوف الجلوميرولاي بيأدوا وظيفتهم بصورة كويسة ولا لا. في عندنا الكرياتينين كليرانس، وإحنا تكلمنا على الكليرانس قبل إيه كده. كرياتينين كليرنس لك موست سنسيتيف ميثود اوف اسيسنج رينال فانكشن، نشوف كميه الكرياتينين اللي في البلد وكميه الكرياتينين اللي في اليورين، وفي وقت معين فوليوم معين بنشوف قديش الكرياتينين كليرنس. تيستس اوف تيوبولار فانكشن، تيست اوف احنا يعني كانه بده يقول الوظيفه الرئيسيه ل أو أحد الوظائف الرئيسية اللي بنقدر نقيم فيها عمل التيوبيولز بعد الجلوميرولس طبعاً، إن نشوف هل اليورين كونسنتريتد ولا دايلوتد، هل عندها القدرة إنها تعمل كونسنتريشن لليورين أو دايلوشن لليورين حسب الحالة الفسيولوجية. فبقول كونسنتريشن دايلوشن ستاديز، هل بعد الأكل اليورين دايلوتد ولا كونسنتريتد؟ إيرلي مورنينج دايلوتد ولا كونسنتريتد؟ نوني بروتين نيتروجين كومباوندز تكلمنا عليها، اليوريا والكرياتينين واليوريك اسيد اللي هم اهم ثلاث حاجات، يوريا وكرياتينين يوريك اسيد. طبعا من اهم الفحوصات يا جماعه يمكن تستغربوا اللي بنعمل فيها اسسمنت للكيدني فانكشن اليورين اناليسيس، واللي فعلا يعني بحلل اليورين بصوره دقيقه ممكن يستغني عن حاجات كتير، لانه اليورين بيكشف لي كل حاجه. وشفنا قبل شويه في التهاب في وايت بلاد سيلز، في جلوميرولر فرايتس، في ريد بلاد سيل كاست، في بروتين، في جلوكوز، في امينو اسيدز، في يعني حتى الخلايا اللي بتنزل في اليورين ممكن تكون جايه من الجلوميرولس، بتكون خلايا لها شكل معين، بتكون جايه من التيوبيولز لها شكل معين. فالصراحه يعني اليورين اناليسيس من اهم التحاليل اللي بنعمل فيها اسسمنت للكيدني فانكشن. طبعا احنا بنشوف نقيس البي اتش، بنشوف الكيميكالز اللي نزلت في اليورين، جلوكوز، بروتين، بيليروبين، يوروبايلينوجين، والاشياء الثانيه اللي انتم تعرفوها. طيب يا جماعه احنا نبدا في الالكترولايتس. الصراحه الالكترولايتس يا جماعه من اهم المواضيع، وانا يعني مش عارف يعني في ظل الغياب اللي بصوره كبيره انا بعتقد انه اللي بغيب بيخسر والله يا جماعه، لانه الكلينيكال كيمستري اللي بغيب عن محاضراتها انا بعتقد بيخسر كثير كثير خالص. بكره الواحد بيتعرض لأسئلة برا، أسئلة جوا، في اختبارات، في أشياء. إذا الواحد ما ركزش على مادة أساسية زي المادة هذه معناته مشكلة والله يا جماعة. وأسوأ حاجة في الطلاب الغياب عن المحاضرات، إحنا ما بتفرقش معنا لأنه الحمد لله يعني نقول هالكلمتين وأجرنا على الله، لكن للأسف يعني عادة من أسوأ ما يمكن الغياب عن المحاضرات حتى لو بعذر امتحان. والله يا جماعه عمرنا ما غبنا عن اي محاضره في اي مرحله من المراحل، لكن احنا يعني نواجه اجيال جديده ما شاء الله، يعني جيل النت وجيل الفيسبوك وجيل تويتر وجيل الواتساب والاب واتس والاشياء.
بالمجال هذه يعني ما فيش وقت يحضر حدا، بعض المرات بكون مشغول لانه سهران طول الليل عشان ايش في الامور هذه ومش فاضي يحضر المحاضره. فالالكترولايتس من اهم المواضيع يا جماعه اللي في الكلينيكال كيمستري، وفي جزئين محاضرتين يعني ملفين كبار. هذا الاول في 44 سلايد والثاني الله اعلم قديش فيه. المهم ومن غير الكترولايتس يا جماعه ما بنقدرش نعيش. طيب ايش الالكترولايتس؟ الالكترولايتس ار ايونز كيبابل اوف كارينج ان الكتريكال تشارج. واحنا بنعرف في الكيمستري من زمان علمونا في انايونز وكاتايونز، مظبوط؟ والانايونز بتحمل نيجاتيف تشارج على سبيل المثال الكلورايد انايون، والكاتايون بتحمل بوزيتيف تشارج زي الصوديوم. ميجر كاتايونز لما نقول ميجر معناته الثانيه لها اهميه، لكن احنا بدنا نركز على الحاجات الكبيره، صوديوم، بوتاسيوم، كالسيوم، اند مغنيسيوم. هذول ميجر كاتايونز. يعني على سبيل المثال القلب ما بيقدرش يستغني عن لا بوتاسيوم ولا كالسيوم ولا مغنيسيوم. الجسم كله ما بيقدرش يستغني عن الصوديوم. الميجر انايونز الكلورايد اللي هو في علاقة حميمة بينه وبين الصوديوم، البايكربونات، الفوسفيت اند سلفيت، فوسفيت اند سلفيت. هذا ميجر انايونز، كلورايد، بايكربونات، فوسفيت اند سلفيت. طيب ايش بيعملوا لي، ايش العمليات اللي بتدخل فيها في الالكترولايتس في الجسم؟ الاول حاجة فوليوم اند اوزموتيك بريشر. مين اللي بحافظ لي على الفوليوم تبع البلد على سبيل المثال، والفوليوم تبع الانتراسيلولار فلويد والاكستراسيلولار فلويد، كل الاشياء الالكترولايتس وبالذات الصوديوم بوتاسيوم كلورايد. صوديوم بوتاسيوم كلورايد، اذا بنقول فوليوم اند اوزموتيك بريشر. الحاجه الثانيه مايوكارديال ريثم اند كونتراكشن. اي قلب في العالم مش ممكن يشتغل بدون البوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم. وزي ما شفنا لما تكلمنا على، اذا حدا متذكر تروبونين اللي هم ثلاث انواع تي باي سي اللي هم اللي وظيفتهم انهم يخلوا القلب يستفيد من الكالسيوم، بشركوا مع الكالسيوم. طبعا البوتاسيوم مهم جدا والمغنيسيوم كمان. إذا المايوكارديال ريثم ضربات القلب، شغل القلب والكونتراكشن ارتباط عضلات القلب، بدون حاجات هذه ما بينفعش. وكمان السكيليتال ماسلز معروفة. كوفاكتور ان انزيم اكتيفيشن، احنا بنعرف في كثير من الانزيمز الكوفاكتورز تبعتها عبارة عن الكترولايتس. شفنا انزيمز مغنيسيوم بتعوز مغنيسيوم، انزيمز بتعوز كالسيوم، انزيمز بتعوز زنك. Regulation of ATPase ion pump. ATPase ion pump. عشان فعلا الخلايا تستفيد من الطاقة اللي موجودة في الATP لازم تتحلق. مين اللي بيساعد من ATPase انه يديني الانرجي اللي هو المغنيسيوم؟ بدون مغنيسيوم الATPase ما بيقدرش يشتغل. Acid base balance. Acid base balance. احنا بنعرف الـ pH مهمة جدا يا جماعة. البي اتش في الجسم مهمة على الآخر. فمين اللي بينظم لي البي اتش؟ أحد العناصر الرئيسية طبعا مش لوحدها، البايكربونات، البوتاسيوم الكلورايد. البايكربونات والبوتاسيوم الكلورايد، وإحنا بنعرف في حاجات تانية كمان البفرز التانية اللي في الجسم اللي حنتطرق لها. طيب في الكواجيوليشن كاسكيد، مش ممكن يمشي الكواجيوليشن كاسكيد على سبيل المثال بدون كالسيوم ومغنيسيوم، وهذا الكلام تعرفوه. طب النيورو ماسكولار، طبعا في السكيلت المصري احنا بنعرف عشان تشتغل تجيها اشارات، والاشارات هذه بتخلي الالكترولايتس هذه تشغل في العضلات بالذات بوتاسيوم مغنيسيوم كالسيوم، بالضبط زي القلب، لانه القلب في ناس كثير بيعتبروه سكيلت المصري لانه في تقاطعات كثيره بين الار وبين السكيلت المصري. Like the body has complex system for monitoring and maintaining electrolyte concentration. كيف الجسم
بحافظ لي على تركيز الالكترولايت وعلى طول. طبعا بنسمع عن اوزمو ريسبتورز، وريسبتورز موجوده في البلاد فيزلز واشياء ثانيه، او في مجسات واشياء بتخلي فعلا الجسم يحس انه بده صوديوم اكثر، فبتروح اشاره للكدني ما تنزلش صوديوم، صوديوم زاد بتطلع اشاره ثانيه للكدني نزل الصوديوم، وهذا الكلام حنتطرق له بالتفصيل. طيب ايش كمان؟ قال من مينتنس اوف ووتر هوميوستاسيس از فايتال تو لايف فور اول اورجانيزمز. مينتنس، احنا يعني نتكلم شويه عن الميه يا جماعه، والميه ما من غير ميه ما الجسم ما بيعيشش، لانه لما نقول هوميوستاسيس نتكلم عن تفاعلات بتصير في الجسم، بايوكيميكال رياكشنز وعمل اعضاء وشيء من غير ووتر ما بتمشيش. Maintenance of water distribution in various body fluids is a function of electrolytes. هو الميه يعني عفوا يعني الالكترولايتس وين بتمشي؟ مش بدها ميه ولا بتكون بنرش ملح شويه هنا وشويه هنا، كلها ماشيه مع الميه. كلها ماشيه مع الميه، عشان هيك بقول maintenance of water distribution in various body fluids. حتى في السيلولار فلويد از ا فانكشن اوف الكترولايتس، صوديوم، بوتاسيوم، كلورايد، بايكربونات. طيب نيجي للايش؟ الووتر. والافرج ووتر كونتنت اوف هيومن بودي، طبعا في واحد هيلثي ومتوسط في وزنه شيء من هذا القبيل، من 40 ل 75% اوف توتال بودي ويت. من حسب الشخص طبعا، 40% ل 70% من وزن الجسم عباره عن ميه، طب ايش تعمل الميه؟ قال solvent for all body processes. البايوكيميكال رياكشن في داخل الخلايا، اللي بتتم برا الخلايا، كل الامور هذه، الالكتروس بتمشي فيه، البروتينات بتمشي فيه، حتى الليبس بتمشي فيه ولا لا؟ لما حوض حالها هيدروفيليك. Solvent for all body processes. Transport nutrient to cell. مين اللي من كل المواد الخلايا؟ المواد الغذائية والأغذية للخلايا. Regulate cell volume. Regulate cell volume. والمية كون فيها الكترولايتس وأشياء تانية وبروتينات وإشي، هي بتنظم لي السيل فوليوم، لأنه إحنا بنعرف كل خلية إلها قدر محدد من الفلويد، من مستوى يعني المية والحاجات اللي فيها، لأنه في عنا إيش في عنا على الخلايا؟ في عنا بامبس على الخلايا مظبوط، وفي عنا باسيف ديفيوجن وأكتيف ديفيوجن والترانسبورت والحاجات اللي بتعرفوها. ريموف ويست برودكتس. طب اليورين ما كله مية ولا لا؟ مش الويستس كلها حتى بتنزل في الميه؟ كل الويست بتنزل في الميه. بادي كولنت، المكيف تبع الجسم الميه، المكيف بادي كولنت. في الصيف سبحان الله، يعني الناس لما الحر يصير شديد والناس تعرق، يصير في عرق، الناس كثير بتضايق وقت العرق والحقونا وخلصونا، لكن هذه نعمه كبيره من ربنا سبحانه وتعالى صراحه، لانها بتبرد الجسم. Water is located in intracellular and extracellular compartments. موجود في كل مكان، داخل الخلايا وبرا الخلايا، وهذا شيء الكل بيعرف. قال لك normal plasma. البلازما نفسها حوالي 93% من مكوناتها ميه. The rest is a mixture of lipids and proteins. طبعا لأن أكثر كمية ليبز وبروتينز، طبعا في عندنا الحاجات الثانيه، الجلوكوز، الامينو اسيدز، المينرالز، كل الاشياء، لكن 93% من النورمال بلازما بكون ميه. Concentration of ions within the cells and the plasma is maintained by. يمكن تطرقنا للكلام هذا، احنا بنقول تركيز الايونات داخل الخلايا
وفي البلازما ايش المين اللي بتحكم فيه؟ قال لك انرجي كونسومشن اكتف ترانسبورت. احنا بنقول في عندنا اكتف ترانسبورت وباسيف ترانسبورت. في حاجات عشان تدخل الخلايا وتطلع من الخلايا بدها انرجي، بدها طاقه، وفي حاجات عن طريق باسيف ديفيوجن. يعني اذا في عندنا اشياء تتحكم لي في تركيز الايونز داخل الخلايا وفي البلازما، وهذه موجوده بنعرف على الممبرين تبع الخلايا، في عنا اكتف ترانسبورت وفي عنا باسيف ترانسبورت. طيب قال لك maintaining concentration of electrolytes affect distribution of water in compartments. يعني شيء مهم جدا يا جماعه، يعني على سبيل المثال حنشوف انه الصوديوم موجود كميه كبيره في الاكسترا سيلولار فلويد، على عكس البوتاسيوم موجود بكميه كبيره ان انترا سيلولار فلويد. وهذا الكلام بنعرف الفوسفيت موجود انترا سيلولار اكثر، لانه بدنا الفوسفيت للانرجي على سبيل المثال. هذا الكلام برضو هنتطرق له، مش مشكله. قال لك most membranes freely permeable to water. most membranes are freely permeable، كانه هذا ايش؟ diffusion عن طريق الباسيف ترانسبورت. concentration of ions on one side affect flow of water across the membrane. واحنا من زمان علمونا تجربه السيمي بيريموبل ممبرين، تركيز المواد برا او اقل، ومين اللي ايش؟ بخش. السلام عليكم. لينا ابو محمد حياك الله. الله يحييك. تفضل. 118 FSH. ايوه. بيكمون اكيد. بيتول. طب ممكن ان يعني نورمال. يعني كله نورمال. الله يجزيك الخير. في ورقة ولا ما في شيء؟ على أساس نديها للدكتورة تكون موجودة فيها نورمال فايروس. الله يرضى عليك. شكرا لك أبو محمد. مش مشكلة، اليوم بكرة في أي وقت، مهم إن شاء الله يجزيك الخير. شكرا، بارك الله فيك، بارك الله فيك. شكرا. شكرا. وهذا الكلام الكل عارفه، concentration of ions on one side affect the flow of water across the membrane. تجربة السيمي بيريميبل ممبرين. طيب ايش الاوزموناليتي يا جماعة؟ اوزموناليتي لما نقول في عندنا اوزموناليتي. The physical properties of a solution based on concentration of solutes per kilogram of solvent. وتقاس بالملي أوزمول بير كيلوغرام. ملي أوزمول بير كيلوغرام. طيب الأوزموناليتي معلش يا جماعة هي انعكاس لكمية السوليوتس اللي موجودة في أي سائل. كمية السوليوتس أو كمية الأنالايتس اللي بنقول عليها. السوليوتس أو الأنالايتس. Concentration of solutes per kilogram. ملي أوزمول بير كيلوغرام. Sensation of thirst. Sensation of thirst and arginine vasopressin hormone, antidiuretic hormone, are stimulated by hypothalamus in response to increased blood osmolality. لقيت الواحد لما يعطش يا جماعه ايش اللي بصير؟ بقول لك تركيز الاملاح في جسمه بزيد، فبتطلع اشاره اوزمول عن طريق الاوزمول ريسبتورز في الهايبوثالاموس، بقول بدنا ميه عشان صارت ايش؟ تركيز الاملاح في الجسم زاد. وهذا الكلام اللي بنتكلم عليه.
طبعا في اسم جديد للانتي دايوريتيك هرمون اللي هو ارجينين فازوبريسين هرمون اي في بي بدل اي دي اتش، ولغايه الان الكتب بيستخدموا التعبيرين ارجينين فازوبريسين هرمون او اللي هو الانتي دايوريتيك هرمون. قال stimulated by hypothalamus in response to increased blood osmolarity. إذن في حالات الثيرست، في حالات العطش، نحن نشرب مية more water intake. طيب الانتيديوريتيك هرمون أو الأرجينين فازوبريسين increase water absorption in kidney. Water absorption in kidney. إذن أكيد في حالات العطش لازم الجسم ما يفقدش كمية كبيرة من المية في اليورين، وهذا إشي أساسي. مين اللي بدي تعليمات للكدني ما تفقديش مية؟ الأنتي دايوريتيك هرمون اللي هو إيش سميناه الاسم الجديد أرجينين فازوبريسين هرمون. أرجينين فازوبريسين هرمون. طيب أوزمولاليتي إز ذا بارامتر تو ويتش هايبوثالاموس ريسبونس تو مينتين فلويد انتيك. إذا اللي بيتحكم في الأوزمولاريتي الهايبوثالاموس، الهايبوثالاموس. The regulation of osmolarity also affects the sodium concentration. طب ما هو أهم عنصر في الجسم ومسؤول عن الأوزمولاريتي الصوديوم، لأنه عندنا 90% حوالي 90% of osmotic activity in plasma مسؤول عنه مين؟ الصوديوم. الصوديوم مسؤول عن 90% من الأوزمولاريتي في البلازما. Another process affect sodium concentration is the regulation of the blood volume. وهذا عم نتطرق له بالتفصيل في الرينين أنجيوتنسين سيستم. إنه الـ blood volume طبعاً بيأثر لي على تركيز الصوديوم. وإحنا هنشوف في الرينين أنجيوتنسين سيستم لما الصوديوم يزيد إيش اللي بصير الكلية بتطلع. لما ينقص وعايزين البلد بريشر يعلى تعمل له كونزرفيشن، تعمل له كونزرفيشن. قال لك تو مينتين نورمال بلازما اوزمولاريتي اللي هي نورمال رينج 275 ل 295 ملي اوزمول بير كيلوغرام، هايبوثالاموس ماست ريسبوند كويكلي تو سمول تشينجز. يعني اي تغير طفيف حتى في الاوزمولاريتي بنلاقي الهايبوثالاموس على طول بدي التعليمات، يا اما يطلع الانتي دايوريتيك هرمون، يا اما بقول له الانتي دايوريتيك هرمون الله يعطيك العافيه ما تطلعش. على سبيل المثال 1-2% increase in osmolarity، 1-2% increase in osmolarity 4-fold increase in anti diuretic hormone. اذا الاوزمولاريتي زادت بدنا نحافظ على السوائل، مظبوط؟ فالانتي دايوريتيك هرمون ايش؟ بزيد. انتي دايوريتيك هرمون بزيد، بقول لك كلية حافظي لي على السوائل. 1-2% decrease in osmolarity، نزلت الاوزمولاريتي، قال لك shuts off انتي دايوريتيك هرمون secretion. shuts off انتي دايوريتيك هرمون secretion. إذا لما تزيد الاوزمولاريتي يزيد الانتي دايوريتيك هرمون، لما تقل الاوزمولاريتي ما فيش داعي للانتي دايوريتيك هرمون. رينال ووتر ريجوليشن باي انتي دايوريتيك هرمون او ارجينين فازوبريسين اند ثيرست بلاي امبورتنت رولز ان ريجوليتنج بلازما اوزمولاريتي. اذا بيقول اذا عندنا هنا الكدني بتلعب دور مهم جدا في تنظيم الاوزمولاريتي عن طريق الانتي دايوريتيك هرمون. والشعور بالعطش او الثيرست برضه بدي اشاره لمين؟ للهايبوثالاموس زي ما اتفقنا. لك رينال ووتر اكسكريشن از مور امبورتنت ان كنترولينج ووتر اكسس. اذا لو كان عندنا فعلا ميه زياده في الجسم الكدني هي اللي بتخلصنا منه. وير از ثيرست از مور امبورتنت ان بريفنتنج ووتر ديفيسيت اور ديهايدريشن. الشعور بالعطش والاشارات اللي بتصل للهايبوثالاموس حاجه مهمه جدا في المحافظه على الايش؟ نقص الميه، ووتر ديفيسيت، لما نقول ووتر ديفيسيت نقص الميه، او الديهايدريشن الجفاف اللي هو قله الميه.
consider what happens in several conditions. على سبيل المثال بقول excess intake of water, excess intake of water lower plasma osmolarity. نسيت الفوليوم هذا شيء منطقي يا جماعه. And kidney is important in controlling water excess. ما هي الكدني بتشعر على طول انه في ميه زياده يلا نزل في ايش؟ في اليورين. طب الارجينين فازوبريسن او الادفيكتومان ثيرست ار سبريست في الحالات في الاكسس انتيك اوف ووتر ما فيش شعور بالعطش ما فيش انتي دايوريتيك هرمون. خلي الكدني تنزل زي ما هي عايزه لانه في ميه زياده. Water is not reabsorbed, causing large volume of diluted urine. إذا في الحالة هذه اليورين بكون إيش؟ diluted. بكون diluted urine. اليورين بكون diluted. Hypoosmolarity and hyponatremia. لما نقول hyponatremia يا جماعة الصوديوم اسمه ناتريوم ولا لا؟ Na. رمز الصوديوم إيش؟ Na. ناتريوم باللاتيني ناتريوم. فنقص الصوديوم بقول هايبونيتريميا. زيادة الصوديوم هايبرنيتريميا. هايبونات إذا عندنا هايبو أوزمولاريتي and هايبونيتريميا usually occur in patients with impaired renal excretion of water. طب الكلية زي ما شفنا قبل شوية في أمراض الكلية بطلت تشتغل فممكن يصير إيش في عندنا هايبو أوزمولاريتي وهايبونيتريميا. وأسوأ حاجة إنه يصير في الجسم الكترولايت امبالانس. وكثير من الناس للاسف يعني بموتوا نتيجه الحاله هذه انه نقص الصوديوم عنده بصوره كبيره على طول الجسم ما بيتحملش. طيب as a deficit of water the plasma osmolality begins to increase. في نقص في الميه الاوزمولاريتي بتزيد وهذا شيء ممكن. Both arginine vasopressin secretion and thirst are activated. عكس الحالة السابقة. عكس الحالة السابقة. إذا في deficit في water زي ما شفنا. Antidiuretic hormone with thirst. شعور بالعطش بيكون شديد. Although the antidiuretic hormone contributes by minimizing renal water loss, thirst is the major defense against hyperosmolarity and hypernatremia. إذا دائما الإنسان لما يشعر بالعطش لازم يجري ويشرب ماي. فالشعور بالعطش هو الإيش؟ الديفنس أجينست الهايبر أوزمولاريتي والهايبر ناتريميا، هايبر معناها زيادة الصوديوم. A concern in infant طبعا مين اللي أكثر ناس حساسين؟ المواليد حديثي الولادة الإنفانتس اللي هو لسه ما صارش عمره سنة. Unconscious patients, الناس اللي فقدين الوعي لازم نحافظ على الالكترولايت بالانس عندهم. Or anyone who is unable to either drink or ask for water. واحد في غيبوبة، واحد في عناية مركزة، واحد شيء من هذا الطبيب. دائما في الآن صار في وحدة العناية المركزة جهاز الالكترولايتس وجهاز البلد جازز وأشياء على اساس انه يتابعوا حاله المرضى الخاصه بالذات اذا كان في غيبوبه او في بقول موت سريري او شيء من هذا القبيل. طيب لقيت البلاد فوليوم يا جماعه معلش كمان خمسه لان بدينا متاخرين. طيب البلاد فوليوم لقيت يا جماعه احنا بنقول حجم الدم على سبيل المثال في اليوم 5 لتر مثلا، وإذا نقص شوية في مشكلة وإذا زاد في مشكلة. لك blood volume essential in maintaining blood pressure and perfusion أو ensure perfusion to all tissue and organ. إحنا اتفقنا من زمان على معلومة بتقول إنه القلب إذا ضعيف معناته بيحصل تجمع سوائل في الجسم لانه ما بديش ضغط كافي للكليه انها تشتغل، وما بديش ضغط كافي للخلايا اللي بدها تدخل اشياء وتطلع اشياء، مش بدها ضغط عادي. فاذا بياثر على البلد بريشر
اذا لما يكون في عندنا هايبربوليميا معناته elevated blood pressure, hypovolemia low blood pressure. Regulation of both sodium and water are interrelated in controlling blood volume. اذا عندنا اهم حاجه او اهم عنصر بيعمل ريجوليشن للبلاد فوليوم الصوديوم والميه، لانه الصوديوم بده ميه، من غير صوديوم من غير ميه الصوديوم ما بيقدرش يمشي. طيب نيجي للرينين انجيوتنسين الدوستيرون سيستم، وهذا الصراحه من اهم السيستمز اللي موجوده في الجسم. الرينين انجيوتنسين الدوستيرون سيستم اوف هرمونز ذات ريسبوند تو ديكريز ان بلاد فوليوم and help maintain the corrected blood volume. وهذا هو اللي بدنا نتكلم عليه يعني. طيب يقول changes in the blood volume detected by receptors. changes in the blood volume، سبحان الله في receptors في الجسم هي اللي ايش؟ تكتشف اذا كان في عندي hypovolemia ولا hypervolemia. قال لك the cardiopulmonary circulation فيها receptors، the carotid sinus اللي بيطلع طبعا الشريان الرئيسي الاورتيك ارش والجلوميرولار ارتريوز. جلوميرولار ارتريوز لانه الكدي فيها مجسات برضه يا جماعه، القلب فيه مجسات، الاوعيه الدمويه فيها مجسات، وهذه كلها بتشوف اذا صار في عندي هايبوبوليميا ولا لا عشان تعوض النقص. وزي ما حنشوف كيف تعمل. قال لك they activate effectors that restore volume by appropriately varying vascular resistance. يعني احنا هنشوف الان في احد المواد اللي بتطلع الانجيوتنسين بتعمل لي vasoconstriction والcardiac output and renal sodium and water retention عشان نحافظ على الضغط. نلاقي الصوديوم والميه حصل لهم كونزرفيشن، حصل لهم كونزرفيشن. طبعا هنا خلينا نتوقف هنا اليوم لانه هذه الصراحه بدها قصه، وهذه من امتع القصص اللي موجوده في جسم الانسان. الصراحه الريدنج انجيوتنسين الدوستيرون سيستم، وسبحان الله كيف بيشتغل هذا. ان شاء الله نتطرق